ك 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصوره انا الاسم ديالي هشام مخشان من مدينه شفشاون انا جاي عندكم يعني على عندي واحد المشكل ف بالنسبه لواحد الورد الوالد ديالي اللي كان واجه واحد المشكل كبير يعني كاين واحد الترامي على الملك الاب ديالي وجدي وبالنسبه هدايا أنا يعني انا باش بغيت نوصل يعني هاد الميساج هذايا على الشكل الاعلام بحب بسبب انه يعني واجهت بزاف المشاكل فين ما خليت انني كان نوصل الصوت ديالي يعني شي شيء اداره ولا شي حاجه كانت تمنع ولا يعني بالنسبه بالنسبه ان الارض يعني انا كنهضر على حساب ان الارض الارض الوالد ديالي اللي كيورثها من الجد ديالو واللي هي كيتسمى عندنا عليها سندات وحجاج واللي الوالد ديالي يعني تمنع انه يتصرف فيها دي واحد المده من قبل وانا حاليا جيت انني نتصرف فيها وتمنعت يعني بسبب بسبب عده يعني بعده اسباب اللي هي كيتسمى اللي هي كيتسمى واجهنا فيها تهديد واجهنا تهديد يعني من اطراف يعني مجهوله ما عرفناش حنا شكون يعني تهديد بالتليفونات تهديد يعني بالتليفونات وابارات هذا يعني كاين كاين اراضي اخرى يعني اللي اراضي اخرى اللي كيورث الوالد ديالي كيورث الوالد ديالي من, من طرف الأم ديالو ومن طرف الأب ديالو حتى هي يعني أنه تراما عليها كيتراموا عليها الأشخاص وكيعملوا عليها حجاج وبسبب أن الوالد ديالي راجل كبير وما كاينش العائله ديالو يعني بالنسبه للعائله ديالو ما كاينش ما كاينش خوتو ما كاينش ولاد عمه يعني الجد ديالي كان بوحديتو خلاه الجد ديالو بوحدو نفس الشيء اما بالنسبه يعني بالنسبه للسلطات انا يعني الارض ديالنا اللي حنايا ديالنا يعني عندنا عليها حجج وعندنا حجه عليها يعني كتجبر عندنا عليها سند قاضي... قديم سند قديم كنمشيو ليه يعني, يعني انا كنمشي للارض ديالي كان واجه عدة مشاكل يعني واجهنا التهديد عندي فيديوهات عندي صور انني كان واجه التهديد كنمشي للارض ديالي يعني كنجبر ان الناس اللي هي لا علاقه بدك الملك عملت عليها حجاج شهدت عليها وكذبني فيها ولا ك... ولا كد... كد... كد فيها يعني بطرق يعني كما كنقولوا حنا بطرق شرعيه ولكن داكشي كامل طالع على الشهود بالحكم ان ديك الارض انا كما قلت لك يعني الوالد ديالي يعني بوحديتو وما عندوش خوته وما عندوش يعني ما كاينش العائله إيه ديالو فهمتي و وبالنسبه بالنسبه ما كنمشيو يعني نديكلاري ولا شي حاجه هما اصلا هاد الناس هذا اللي كي يعني احنا اللي هاد الناس هذا هما هما كي هما هما كيشكيو كي بينا او ما هم هما كيسبقوا يديكلاريو بينا يشكيو بينا يوصلونا للمحكمه ب ب ب بالشهود مزورين فهمت يعني بالشهود الزور يعني بالنسبه لي كنمشيو نديكلاريو انا كاين عندي انا عندي يعني عندي ان شكايه ديكلارا بها الوالد ديالي في 2020 أه وباقا ما وصلت يعني باقي ما عيطوش على داك الشخص مره اللي كان هو انه مشى مش, مش كنت انا والوالد ديالي واحد جوج الناس كنا خارجين من السياره انا ناكوس كان كنصوق يعني كنا خارجين من السياره تعرض لنا واحد السيد وكيهدد فينا بالحجار وإحنا و... و... كتسمى يعني مشينا نعدلوا المسائل القانونيه نمشيو نديكلاريو به اجبرنا ان السيد هذا حنا ديكلارينا به ولكن الى هذا ما عيطوا ما حتى شي حاجه فهمتي وبالنسبه للثانيه يعني ان واحد السيد ونفس نفس الشيء جا للارض في 2013 عمل عليها الشهود عمل الشهود على واحد هذا واحد الملك اخر عمل عليها الشهود ومشينا حنا نفس الشيء وهبطت انا الوالد ديالي يعني وجدت دي هذه ما يقدرش يديكلاري ولا حتى شي حاجه الوالد ديالي عمل لي التوكيل العام مشيت ديكلاريت انا به هو ديكلاريت انا عند عند السيد وكيل الملك يعني هوت لابريكاد جدارما آه هاد السيد هذا الى يومنا هذا دازت دابا دا شهور الى يومنا هذا باقي ما كاين ما استدعاوه ما حتى شي حاجه وبقى الحال كما هو فهمتي كيفاش انا اللي كنطالب به يعني كنطالب ان سيدنا ينظر يعني يعني سيدنا والقضاء ديالو يعني القضاء سيدنا اللي كان فيه يعني القضاء اللي البلاد اللي كنتيقوا فيه حنا انه يتدخل يعني في هذا الشيء ويشوف معنا ويشوف من حالنا ويفك يعني يفك معانا هادشي هذا يعني ان الوالد ديالي كيمتلك العقارات والاراضي يعني اللي كيتسمى كي هي اللي هي كي كيتسمى كبيره وما كاينش اللي يدافع عليها انا الوالد ديالي يعني أنا هو شخص راجل كبير وما كاينش اللي يدافع عليها يعني بالنسبه انايا كنمشي ما كاينش اللي يوقف معنا في هادشي هذايا كنطالبنا الناس هذا ما انهم يكونوا معنا ويوقفوا معنا و... و اقتضى الامر انهم يعينوا شي شي دفاع علينا يعني يعينوا شي دفاع علينا اللي يقدر يعني مثلا يحمينا ويحمينا يحمينا يحمينا الملك ديالنا من من اشخاص اللي كترما عليه فهمتي